وفي سياق الجهود الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، أكد الدكتور أكبر جلال نائب رئيس الخدمات الطبية بمجمع السلمانية الطبي خلال لقاء في برنامج مجتمع واعي أن الجهود المبذولة من مختلف الجهات في مملكة البحرين للتصدي للفيروس تمكنت من السيطرة والحد من تفشي الجائحة في البلاد. طبعا احنا وضعنا الحمد لله احنا في أوضاع مستقرة، وطبعا يعني مقارنة بدول العالم اللي وصلت فيها البيك اللي نسميها أو وصل القمة لفترة بسيطة، احنا بالتدابير اللي كانت موجودة والسياسات اللي وضعت من قبل اللجنة الوطنية برئاسة سمو ولي العهد تم التصدي، خلينا نقول، أو المحافظة عليها بعدم ارتفاع عدد الحالات لدرجات كبيرة اللي ما يمكن السيطرة عليها. والحمد لله ان هي، خلينا نقول، ان احيانا الاشخاص يحسون ان هي طولت، بس ولو ان هي طولت بس هي مستقرة، وعدد الحالات الحمد لله الحين نشوف انها قاعدة تقل. الحالات الصعبة اللي كانت موجودة، الحالات اللي كانت جدا يعني خلينا نقول حرجة، بدأت في يعني انخفضت. لا. وحتى مثل ما تلاحظون نسبة الوفيات بسبب المرض قلت. فالحمد لله احنا وضعنا مع السياسات المتبعة جيدة جدا. بالجهود هذه وصلنا إلى سيطرة لحد معين. فالجهود اللي بذلتها الحكومة الرشيدة والأطباء، الكوادر في الصفوف الأمامية من الأطباء وغير الأطباء، فاحنا وصلنا لمرحلة استقرارية. فاحنا لابد نحاسب يعني نحافظ على هالاستقراريه. yeah. ان ما نوصل يعني او ما نقول ان خلاص احنا امورنا طيبه ونتراجع من ناحيه التباعد الاجتماعي، من ناحيه اتباع التدابير الاحترازيه والوقائيه، ان خلاص احنا امورنا طيبه ونتراجع. لا، هذا بيرجعنا الى وراء. فاحنا هذا اللي لابد ان الكل يتفهم، ان احنا فعلا امورنا طيبه واحنا متبعين للامور التدابير الاحترازيه. بهذه الأسباب احنا وصلنا إلى ما فيها احنا اليوم. فإذا تراجعنا أو تخاذلنا، خلينا نقول شوية، فاحنا الأمور ممكن تتفاقم وتزيد.